هذا سائل يقول: شخص صلى وبعد السلام عن يمينه أحدث قبل السلام، يقول شخص صلى وبعد السلام عن يمينه أحدث قبل السلام عن شماله، ما صحة صلاته؟ يعني انتقض وضوءه. ها؟ نعم، يقول أحدث. ها؟ يقول أحدث. يعني انتقض وضوءه قبل التسليمة الثانية. إذا كان أحدث قبل السلام بطلت صلاته. نعم. أما إذا كان أحدث بعد ما سلم صلاته صحيحة. نعم.